للحديث أكثر عن تطورات المشهد في سوريا بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لمواقع النظام في سوريا، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة. أستاذ أحمد، بداية مرحبا بك. قصف صاروخي إسرائيلي على جنوبي سوريا يخلف قتيلا من جنود النظام، بما تفسر تزايد استهداف مواقع النظام من قبل تل أبيب في الفترة الأخيرة؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. ليست المرة الأخيرة التي تقوم فيها إسرائيل بضرب بعض المواقع التي يستغلها أو تستثمرها إيران وميليشياتها. فبالأمس هناك طائرة نقل، كما أتت الأحداث أو الأخبار، طائرة نقل أنزلت مواد وأسلحة في منطقة مطار دمشق الدولي، تم رصدها من قبل الطيران أو الاستطلاع الإسرائيلي، وتم استهداف الشحنة بعد مغادرة الطائرة بساعتين. فإذا كل الأسلحة الحديثة التي تأتي بها إيران من مكونات صواريخ، صناعة صواريخ أو طائرات استطلاع، كما حدث مؤخرا في ميناء أو مرفأ اللاذقية، سيتم استهدافها ورصدها من قبل الطائرات الإسرائيلية منعا للتوسع أو لإحداث يعني قاعدة عسكرية ثابتة أو متينة للإيرانيين في سوريا. هذا هو الاستهداف، دائما إسرائيل تقوم باستهداف هذه المواقع والتي تستخدمها إيران من قواعد عسكرية وفي الجنوب. من وجهة نظر عسكرية، كيف يتم اختيار هذه الأهداف أو هذه المواقع؟ أولا الاستهداف يتم من خلال متابعة الرحلات الجوية التي تقوم بها إيران من طهران باتجاه مطار دمشق، أو المطارات التي تسيطر عليها إيران من مطار دمشق إلى مطار تدمر إلى التيفور إلى مناطق أخرى، ومتابعة هذه الشحنات عن طريق وسائط الاستطلاع. ربما تكون هناك يعني أخبار أرضية تصل إلى إسرائيل أو إلى الجهات المرتبطة فيها، ويتم بالتالي استهداف هذه الشحنات قبل أن يتم تخزينها أو توزيعها على الميليشيات الإيرانية من حزب الله وبعض الميليشيات المتواجدة. طيب، من الناحية الاستراتيجية العسكرية، يعني ما مدى تأثير هذا القصف على القدرات العسكرية للنظام؟ يعني هذه القطعات التي يتم استهدافها ليست للنظام السوري، هي للميليشيات الإيرانية. وأتوقع بأن هناك اتفاقا ما بين روسيا وإسرائيل بأن لا يتم استهداف المواقع العسكرية للنظام إلا في حالة دفاعية. يعني تم استهداف بعض مواقع الدفاع الجوي سابقا لأنها كانت تتصدى للصواريخ والطائرات الإسرائيلية. اعتبرت إسرائيل مؤخرا بأن استهداف المواقع التي أعاد بها النظام استخدام أو إنتاج الأسلحة الكيماوية مؤخرا، لأنها تعتبر إسرائيل بأن السلاح الكيماوي الذي تم بموجب 2100 القرار 2118 إنهاؤه أو تسليمه، ولكن تعتبر السلاح الكيماوي هو يضر في مصلحة إسرائيل أو في أمنها القومي، لذلك استهدفت. أستاذ أحمد، إذا كانت الميليشيات موالية لإيران، لما لا ترد إيران على هذا القصف؟ إيران ليست قادرة على مواجهة إسرائيل في أي شكل، ولكن دائما تريد أن تقول بأن لديها مستشارين ولديها بعض يعني الكادر الإداري فقط، لا تريد أن تثبت لنفسها بأنها لديها قوة عسكرية متواجدة. إسرائيل لم ترد نهائيا على نتيجة المئات الضربات الجوية، نتيجة المئات الضربات الجوية التي تلقتها من قبل الكيان الصهيوني على الأرض السورية، إلا أنها لم ترد نهائيا. أولا لا توجد قدرة ولا توجد لديها المواجهة، يعني إرادة المواجهة مع إسرائيل، لذلك هي فقط موجودة على الأرض السورية من أجل الاستثمار الاقتصادي والعسكري وضرب الشعب السوري
كما يحدث في إدلب وحدث في مناطق أخرى. أخيرا أستاذ أحمد، اليوم أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرة قرب قاعدة التنف في سوريا، وهو ما يرى فيه مراقبون يعني ومحللون عسكريون يعني يرون بصمة إيرانية. إلى أي مدى ترى أستاذ أحمد أن صواريخ إسرائيل هي ذراع أمريكي بالوكالة للرد على هذه الهجمات؟ يعني هو هناك الترابط الوحيد المتواجد يعني أو الموجود ما بين الضربات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية والميليشيات الإيرانية، وكذلك استهداف المسيرات الإيرانية في المنطقة ضد قاعدة التنف، هي رسالة إيرانية للأمريكيين بأن لدينا مسيرات ولدينا القدرة على استهداف وزعزعة أمن القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة، في منطقة ربما العراق ربما سوريا. فهذا الاستهداف الثاني لقاعدة التنف التي تعتبر القاعدة العسكرية الوحيدة والكبيرة للقوات الأمريكية، أما باقي التواجد الأمريكي هو عبارة عن مناطق عسكرية يتواجد فيها الجنود الأمريكيون في 13 نقطة شرق الفرات. لذلك هي رسالة إيرانية بأنها متواجدة في المنطقة وربما تقوم باستهداف القوات الأمريكية ردا على الاستهداف الأمريكي، لأن الإسرائيلي للمواقع الإيرانية لأنها ترى بأن هناك ترابطا أو مساعدة من قبل أمريكا ضرب المواقع الإيرانية، وخاصة بأن إسرائيل استخدمت يعني الجو في منطقة التنف أكثر من مرة لضرب المواقع الإيرانية في منطقة التيفور وباقي المناطق. من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة، شكرا جزيلا لك.